السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أكتر مواقع ذكاء صناعي بستخدمها، وإن شاء الله كلها مجانية أو فيها خطة مجانية كافية. يعني الخطة المجانية اللي موجودة بتتجدد كل شهر، كل يوم، كل أسبوع، فبالنسبة لي كافية. أول موقع معانا هو كاتب هو زي شات جي بي تي لكن هو عربي، فعشان كده بحب إن أنا أستخدمه. تقدر إن أنت تكتب من خلاله مقالات أو كونتنت أو تعمل معاه شات او تطلب منه ديزاين، لكن الحقيقه ما يعني الديزاين بتاعه حلو، لكن انا بعتمد على ليوناردو مثلا. ممكن نساله مثلا ما اهم الاثار بغزه. هو بيشتغل عربي وانجليزي تمام بشكل كويس، ولغات تانية كتير تمام. فقال لك قلعة خان يونس وتل السلطان وتل العجول، وطبعا عندنا المسجد العمري. فده موقع كاتب فيه حاجات كتير جدا، وتنفع تخلي الواجهة بتاعته بالعربي، ينفع ان انت تكتبه عربي وانجليزي. في شوية امكانيات كويسة جدا، ممكن تخليه يكتب لك مقالة، ممكن تخليه يتأكد لك من الحاجات اللغوية. هو بيديك 15,000 كلمة كل شهر، فبالنسبة لي كافي. طيب بعد كده هندخل على موقع اسمه أنس. الموقع كله اللي هنتكلم عنه النهاردة مشروحة بالتفصيل على القناة. ده برضه موقع عربي وفيه إمكانيات كويسة جدا في إن هو كتابة وصور، ممكن يساعدك في محلل ويب مثلا، ممكن تخليه يعمل لك مستندات، ممكن تستخدم شات، ممكن يساعدك في كتابة كود بأكتر من لغة تمام. تقول له مثلا عايز جافا أو بايثون أو بي اتش بي، وقول له أنا عايز الكود الفلاني، هيبدأ إن هو يعمله لك. في أدوات للطلاب، في حاجات خاصة بالسوشيال ميديا. وبعد كده عندي موقع اسمه عربي اي اي، ممكن تستعين برضو بأدوات كتابة، أدوات ميديا، عربي جي بي تي. ممكن تشتغل بالثلاثة اللي احنا قلناهم دول بشكل كويس، وكل شهر بينزل لك عدد معين من النقط. أدوات الميديا، أدوات الشركات، أدوات المطورين. طيب نيجي بقى ندخل على إن أنت تعمل صور. طبعا الموقع عمل صور كتيرة جدا، بس أنا بتكلم على الموقع اللي أنا بستخدمه بصفة شخصية. فليوناردو بالنسبة لي هو رقم واحد. ممكن واحد تاني يكون بيستريح لموقع تاني، لكن انا بالنسبة لي ليوناردو بيعمل لي صور بجودة عالية وبيديني نقط كل يوم، يعني يوميا بيديني نقط. فبتلاقي عندك اكتر من حاجة في مثلا التايم كانفا، بحيث ان انت اي حاجة بترسمها هو بيبدأ ان هو يعمل لها رندر في ساعتها. في عندي موشن يعمل لك الصورة خلاها فيديو. في طبعا او سكيلر يكبر لك الصورة. انا بالنسبة لي هندخل على image creation او تكوين الصور. بكتب اي برومت انا عايزه، وليكن مثلا دي حاجات كتير انا عملتها قبل كده، وليكن مثلا cat drink coffee. هو بقى مش بيدور على النت ويجيب لك صور، هو بيجيب صور ويدمجها ويطلع لك بمنتج يكون كويس. طبعا لو جيت هنا ممكن تلاقي حاجات كتير جدا بالشكل ده. يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل بالشكل ده، او انيمي، او عايزها لايتنج، او لكن انا بستخدم على طول فينكس، رغم ان فينكس بيكلفني 24 نقطة في كل مرة، وانا عندي تقريبا 150 نقطة كل يوم. هنا قلت له روبوت بيلبس عربي وهكذا، اهو عمل لي 4 صور بشكل كويس. تقدر تعدل في الكود لو هو ده مش عايزك، تقدر تكتب كلمة تانية فيجيبها لك بشكل كويس. برضو موقع بنج، موقع بنج يتميز لو قلت له كرييت، ان انت ممكن تقول له اعمل لي صورة بالعربي وهو يعملها لك. يعني ممكن تقول له ايه، قطة تشرب القهوة، مش محتاج ان انت تكتب له بالانجليزي، لا هو بيفهم
عربي بشكل كويس. طبعا هو بياخد الكلمة منك ويترجمها للإنجليزي وبعد كده يرجع لك ليها. اه عمل لك حاجة بشكل كويس. دي صور احنا كنا طلبناها منه قبل كده، اللي هو ابو الهول بيلعب شطرنج، ابو الهول بيشرب قهوة، ابو الهول مثلا كان في واحدة في الشارع اسد وقاعد مع ارنب. فده موقع بالنسبة لي رائع. الموقع ده هايبر، ده بيحول لي تكست لفيديو او صورة لفيديو. فأي حاجة انت بتطلبها منه بتقول له مثلا عايز صورة مثلا، هنا تحدد بقى الشكل بتاعها، مثلا ليجو، عايز اولد فيلم كذا كذا كذا، لأي حاجة بيبدأ ان هو يعمل لك فيديو قصير ليها. فده بالنسبة لي احسن موقع. خلي بالك انا جربت الاف المواقع بلا منازع، يعني هتلاقي شرح كتير على القناة، لكن دي افضل حاجات انا بستخدمها على طول. يعني اوتوماتيك اول ما بفكر ان انا اعمل حاجه بروح لموقع زي ده، بلاش الحاجات الرعب دي. شايف؟ تخيل ده فيديو قد ايه؟ 5 دقايق، مجرد ان هو كتب له بس الثلاث اربع حروف دول، سبايدر مان. يعني خلاص مش محتاجين ممثلين تاني احنا. فالجودة بتاعته عالية، تقدر تقول له اعمل لي فيديو، حتى لو عمل عدد ثواني قليلة لكن تقدر تجمعهم بعد كده من خلال حاجة زي كاب كات. ماشي؟ طيب هو ممكن تعمل 4 ثواني 4 ثواني تجمعهم. ده بالنسبة لي موقع خطير قوي قوي قوي. ران واي بيعمل فيديوهات بشكل رائع. ممكن مثلا يكون عندك فيديو في حاجة معينة عايز تمسحها، بتعلم عن الحاجة دي بيمسحها لك فريم فريم بحيث انها متبقاش موجودة في الفيديو. ممكن تكون عايز تعمل حاجات افتر افكت ومؤثرات وخدع سينمائية، يقدر انه يعملها لك بشكل قوي جدا. فهو وتقدر تديله تكست تعمل لك فيديو، يعني في كل القدرات والامكانيات اللي بتحلم بيها سواء صور او فيديو. تمام؟ في فيديو الفيديو، يعني عندك فيديو طبيعي عايز تحوله كرتون، او كرتون تحوله طبيعي، او تحط ممكن يعمل لك اوديو، ممكن يعمل لك. فده ان شاء الله ممكن نعمل عنه فيديو مطول كده ساعة ولا حاجة عشان ايه نعرف نكفيه، لكن هو مبدئيا ممتاز. طيب ده بقى الموقع اللي بستخدمه في الترجمة. ده بديله ملف يروح مترجم لي الملف كله مع المحافظة على الصور والفونت وكل حاجة. يعني بديله ملف اقول له خد الملف ده انجليزي ترجمه للعربي، يترجم بشكل رائع، الترجمة بتاعته قوية جدا مع الاحتفاظ باللون الفونت كل حاجة. تعال نشوف. فالموقع دوت برفع له الملف اهوت واقول له اناليسيس، وحدد له اللغه اللي هو جاي منها وهيترجم لايه، واقول له مثلا اذا كانت الترجمه عايزها جنرال ولا حاجه متخصصه في حاجه معينه. هو بيبدا يعمل اناليسيس للملف وبعد كده ترجمه، ويديني الملف احمله يتفتح معايا عربي بشكل هايل. مجرد بس ادوس هنا واقول له نزل لي الملف، ويقول له سيف، خلاص بقى معايا الملف اترجم وبشكل احترافي، ولو في صور او في اي تنسيق هو بيحافظ عليهم. ده صعب تلاقيه في موقع تاني، فعشان كده الموقع ده بالنسبه لي من اكتر المواقع اللي انا بستخدمها بشكل فوري على طول. ده ليبر اوفيس بورتابل، هتلاقي اهو الترجمة اتعملت بشكل كويس بنفس الفونت بنفس الكتابة بنفس الترتيب بنفس كل حاجة. فعشان كده ده اكتر حاجة بستخدمها في موضوع الترجمة. طيب ده موقع ممتاز جدا، ده بيعمل لي ريندر بشكل هايل. اي حاجة مرسومة سكتش بخط الايد بيعمل لها الريندر بالشكل دوت. ده في برضو ريديزاين، يعني ممكن اصور مبنى واقول له اعمل لي اكتر من ريديزاين فيبدأ ان هو يعملها لي. في حاجات خاصة بالاكستيريور اي اي، حاجات خاصة بالانتيريور اي اي، حاجة ممكن يكتب لك كونسبت لحاجة معينة. وفي دي الاسعار بتاعته. تمام؟ في طبعا ليك نسخة تجريبية، لكن يعني انا اتكلمت مع الشركة واخد نقط، يعني فاكتر حاجة بستخدمها في موضوع الرندر. طيب نكمل. طيب في الموقع دوت بروم اي اي، ده برضو بيحول سكتش الريندر. ده برضو اي اي ايمج جنريتور، بيبدا ان هو يعمل لك صور بالذكاء الاصطناعي.
في اب سكيلر انه ممكن تدي له صور يعلى لك الجوده بتاعتها، في تكست تو فيديو، في ايمج تو فيديو، في سكتش ريندر. طيب خلينا مثلا نشوف السكتش ريندر. فكرته ايه؟ ان انت رسم حاجه بخط الايد يبدا ان هو يعمل لها ريندر. ماشي. طب تعال نشوف مثلا حاجات، مثلا دي حاجه انا كنت عملتها قبل كده، مثلا ببدا اديله اي صوره هو يبدا ان هو يعمل لها الريندر بتاعتها. دي الهيستوري، يعني دي حاجات انا طلبتها منه وهو بدا يعمل لها الريندر. مجرد ان انت بتكتب برومت بسيط خالص، تقول له مثلا ان دي غرفة كذا، ان انا عايز الوان معينة او ستايل معين، تختار الستايل يبدأ ان هو يعمل لك الريندر اللي انت عايزه. يعني ممكن دي تبدأ ان انت تقول له مثلا اعمل لي فيها ستايل كذا، يبدأ ان هو يطبق لك الستايلات اللي موجودة. فده موقع برضو من المواقع اللي انا بستخدمها. كانفا، كانفا ده اكيد اكيد انا بستخدمه بشكل حلو قوي. يعني لو شفت الريسنت ديزاين كل دي تصاميم انا اشتغلتها عليه، لان انا في الفيديو ده مركز على الحاجات اللي انا فعلا بستخدمها بشكل يعني تقريبا يومي. ده ملفات الدوكومنتس، الملفات لو انت عايز تعمل ملف مثلا سي في، عايز تعمل بروجكت بلان، اكشن بلان، تو دو ليست، في حاجات خاصة بالوايت بورد لو انت عايز تشرح حاجة لحد، او عايز تكتب انت وواحد تفكروا مع بعض، في حاجات خاصة بان انت تعمل باوربوينت، برزنتيشن، السوشيال ميديا، فيديو، ويب سايت. فكل الحاجات دي احنا شرحناها بالتفصيل على الموقع وكلها نفس الحاجه. يعني مثلا لو قلنا مثلا برزنتيشن، بتختار تمبليت معين وتبدا بقى ان انت تعدل فيه لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها. طيب ده تيرن تكست انتو فيديو، ده موقع ممكن تحول البلوج بتاعك او ملف الباوربوينت او تكست برومت عادي، او كل ده ممكن يتحول لفيديو مع فويس. يعني مش مجرد فيديو وانت تركب عليه الصوت، لا، ممكن هو يعمل لك الصوت وانت ممكن تحذف الصوت وتركب صوت من عندك، او تحتفظ بالصوت لو عجبك. فبكل بساطة تبدأ تختار تكتب الكلمة اللي انت عايزها، مثلا عايز فيديو لمشهد معين يبدأ يعمل لك المشهد دوت مع حد بيتكلم مثلا وفي كتابات وفي صوت، فبيطلع لي نتيجة ممتازة. طيب في موقع اسمه artflow.ai، الموقع ده خطير جدا. الموقع ده عبارة عن ايه؟ ان انا بدربه على الصور بتاعتي. يعني بديله مثلا 20 صورة ليا، عملت انا شخصية مثلا، رفعت 20 صورة لشخص معين، فهو بدأ يفهم الصور بتاعته ويفهم الشكل بتاعه. وبعد كده بقول له بقى ايه، خد الصور دي اعمل لي صوره لواحد في الفضاء، فيبدا يجمع لي الصور ويبدا ان هو يعملها لي بالشكل دوت. تمام. فده موقع ممتاز جدا، وممكن تاخد اي صوره وتحولها بقى لفيديو زي ما انت عايز. فده يعني ممكن تلاقي موقع يقول لك انا هبدل الصوره بصوره، لا، هنا حاجه اقوى بكتير، يقدر يعمل لك فيديو برده لصوره او لحاجه انت بتديها له، يعمل لك فيديو بشكل كويس. Egypt. I'm Mars from Egypt. فممكن تخليه يقول اي كلمة ويبدأ ان هو يظبط الشفايف والوجع على الكلمة دي. ده موقع استخدمته برضو فليكس كليب، ده برضو موقع استخدمته كتير جدا ان انا اعمل فيديوهات. تمام. زي مثلا فيديو دوت، ممكن مثلا تديله فيديو معين وتبدا تقول له عايز صور، عايز ترجمه، عايز ان هو يكتب لي البرومت اللي موجود. فموقع سهل يعني، كنا شرحناه قبل كده. ممكن تديله تكست يحولك الفيديو، ممكن اوتو سبتايتل الفيديو يبدا يكتب له الكتابه اللي هي بتتقال. فممكن مثلا يبقى عندك سبتايتل عربي وانجليزي واكتر من حاجه، وهو يترجم، يعمل سكريبت، يسجل فويس، وفي حاجات كتيرة جاهزة. مجرد ان انت تاخد الحاجة وتبدأ ان انت تعدل. يعني ممكن اخلي في مقدمة للفيديوهات بتاعتي بشكل احترافي زي كده. تمام. بس انا ما بحبش اضيع وقتكم، يعني مش عايز اقعد اعمل حاجة انت كل شوية تلاقي 15 ثانية ضايعين عشان تشوف فيديو، فبلاش. بس دي اكتر مواقع بستخدمها بشكل يومي في موضوع الذكاء الاصطناعي.